مساء الفل على كل متابعين تطبيق وياك. النهارده معانا نجم مختلف شويه، وهو ده راجع لادواره الكتير، بدايه من بطوله لدور تاني لحتى ضيف شرف. كل دور ليه بيبقى علامه جدا مع الناس وبيعمل كده ترند حتى ولو بعد اكتر من سنه. معانا ومعاكم النجم الجامد قوي شريف رمزي، ورحب بيك. حبيبي يا الكلمه الحلوه دي، ربنا يخليك. وانا سعيد ان انا معاك. متشكر متشكر جدا. عايزين نبتدي بمسلسل هو عندنا اوريدي على تطبيق وياك، وهو واكلينها ولعه. اي الجزء الاول، المسلسل ده بخلاف ان هو جامد جدا والكوميديا بتاعته بجد حلوه، لانه كان في لغط شويه الفتره اللي فاتت ان الكوميديا بقت بعافيه زي ما احنا حاسين. بخلاف انه كمسلسل حلو، ضيوف الشرف اللي فيه ده ازاي؟ تعبوا ازاي؟ ايوه، هو بص، هو اولا اول جزئيه مهمه جدا، وهي جزئيه ان الكوميديا بعافيه. هي الكوميديا، مش الكوميديا هي اللي بعافيه، هي سقف الكوميديا عالي جدا، وعلي لعده اسباب. يعني انت النهارده بتتكلم في ملايين من البلاتفورمز وملايين من المنصات والاكونتس بتاعت الناس. كل اكاونت بتاع اي شاب فيهم قايم على السخريه والكوميديا، فانت بقى عندك ملايين البروفايلز او مليارات البروفايلز حوالين العالم، كلهم بيقولوا افيهات وبيشيروا نكت وبيحطوا ميمز وبيحطوا حاجات ومشاهد كوميديه و و و ومتصلين كلهم ببعض في الانترنت. فاصبح ان انت عشان تعمل حاجه اوريجينال تضحك الناس بعد كل الكوميديا اللي قدمت من ايام السينما ما بدات والمسلسلات وعالم الدراما والفن لغايه النهارده، عشان تطلع حاجه اوريجينال تضحك تكون لسه، عشان تقول نكته الناس لسه ما سمعتهاش، ده شيء صعب جدا. انت زمان لما تيجي ترجع، كل ما نرجع ورا بنلاقي ان النكت ابسطها بيضحك. يعني كان في نكت في البدايات ان يقول لك واحد جاي قاعد على قهوه قاعد على شاي والناس تضحك. خد بالك، النهارده انا لو قلت نكته زي دي هتضرب بالنار. فالنهارده انت النكت سقفها عالي، سقف الضحك من كتر ما انت بقيت بتشوف الضحك حواليك في كل مكان، وبقى كل متلقي هو كوميديان في حد ذاته، بيضحك اصحابه على القهوه، وبيضحك اصحابه في الشغل، وبيضحك اصحابه في البيت، وبيضحك اهله، وقايم الاعداد كلها على الكوميديا. فاصبح المبدعين الكوميديانات الحقيقيين اللي هم دي شغلتهم عشان يضحكوا، محتاجين مجهود طاغي ومحتاجين افكار عمرها ما اتشافت ويعصروا دماغهم، وده صعب جدا وورلد وايد، مش بس في مصر او في الدول العربيه بل في العالم كله. اصبح الافلام الكوميدي، افلام كانت الاول يمكن من كام سنه كانت الافلام الكوميدي هي اعلى ايرادات، النهارده مش كوميدي هي الاعلى ايرادات. يعني احنا اعلى افلام في تاريخ السينما المصريه فيلمين مثلا الاخاره بتاع الفيل الازرق 2 واولاد، فيلمين مش كوميدي، افلام كوميديه وهي اعلى ايراد، واحد جاب 100 وحاجه مليون، 110 مليون، تاني جاب 8. ظل انه كان من كام سنه كان صعيدي في الجامعه الامريكيه، كان الليمبي، كان الحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي هي اللي مش بس من ساعتها، بعد كده بكتير، من سنتين ثلاثه كانت الكوميديا ايام الثوره مثلا في 2011 كانت الافلام الكوميديه هي اللي بتحقق اعلى ايرادات. النهارده لا، ده نابع من ايه؟ نابع من التوهج والانتشار اللي حصل في السوشيال ميديا والعالم اللي اتصل ببعضه، وان الناس كلها خلاص. انت النهارده بتفتح الفيسبوك 5 دقائق بتقرا كم من نكت وتريقه وسف وحاجات، وبقى في ناس كمان بتعمل كوميكس وميمز والحاجات دي كلها. بقت للاسف الناس اللي بتكتب سيناريوهات او سكريبت كوميدي بياخدوها من على النت، وفي بعض من السكتشات والمسارح اللي بتتعمل دلوقتي اللي هي التيك اواي دي بتتاخد من الفيسبوك. فانت اوريدي انت شفتها من اسبوع، ازاي تشوفها تاني بس في عمل او في مسرح او في سينما؟ دي مشكله. غير نقطه مهمه كمان جدا، انت النهارده الجمهور شرايحه مختلفه عن بعض، خصوصا في التلفزيون. لما تكون عامل فيلم سينما انت بتنزل بتخاطب شريحه معينه من الجمهور، وهو الجمهور اللي هو من 15 سنه ل 25 سنه اغلبه، فانت عارف تضحكه ازاي ومنين، وعنده ودماغه فيري ادفانسد وذكية جدا، فانت لازم نوع كوميديا معين هو اللي هيخاطبه ويضحكه. ستات البيوت والاهالي والناس الكبار شويه في السن لما بيجي تروح لهم بمسلسل في البيت، لو اديت لهم الكوميديا الذكيه الجديده المختلفه دي هو مش هيضحك عليها، لان هو لازم عشان يضحك عليها لازم يكون متفرج وشايف. انا بقعد مثلا مع بعض المسلسلات جنب اهلي
اضحك انا على افيه مثلا، انا فاهم الافيه، تيجي مثلا امي ما تضحكش، فبتقولي انت بتضحك على ايه؟ اقول لها لا، ما هو انت عشان تضحكي على ده لازم تفهمي. هي بتقول له مثلا هو ليه قال كده؟ اقول لها لا، ما انت عشان تفهمي ليه قال كده لازم تكوني مثلا شفتي الفيسبوك، لان في افيه كانت قال او في كاركتر كان طالع الناس عملت عليه شيرته كتير، فبقى هو واخدين تريقه عليه، فيعني شرح. فطبعا انت عشان تشرح كوميدي انت خلاص باظ الافيه. فانت انا بشوف ان اللي نجح واكلينها ولعه وخلاه لغايه النهارده بقى له 4 سنين بيتعمل له اجزاء وبتتعرض، رابع سنه في رمضان بيتعرض على القنوات الفضائيه المهمه والمنصات المهمه، هو انه كوميديته سهله توصل لكل الناس. كوميديا مش عايز اقولها قديمه، ولكن هي فعلا كوميديا بتاعت يعني تقدر توصل لشرايح، الشاب يضحك عليها والكبير في السن يضحك عليها. ما هياش معتمده، ما هياش كوميديا خارجه من الفيسبوك او خارجه من الانترنت او من السوشيال ميديا، لا هي كوميديا قديمه، يعني كوميديا قايمه على المواقف. فانت موقف سهل قدامك كل اي حد هيفهمه، اي حد اكتر من هو افيه سيت كوم اكتر بالزبط. من هو افيه بالظبط بالظبط كده. فانت النهارده كمان اللي برضو حط ضوء اكتر شويه على المسلسل، لان زي ما انت بتقول انت معاك 30 او 60 حلقه، كل حلقه فيها نجم جديد مختلف كبير بيعمل حلقه او دور مختلف عليه عمره ما عمله قبل كده، دجال وزبال وبتاع مش طبقي وميكانيكي ومش عارف ايه. انا شفت امير كراره، حمدي المرغني، هاني رمزي، فيفي عبده، ناس ما ينفعش تشوفهم مع بعض. في ناس عمرك ما هتسمع، يعني في هشام عباس كان اول مره يمثل في حياته، هتلاقي بركات بتاع الكوره، هتلاقي رانيا يوسف، بشرى سوري دره، كندا علوش، ايتن عامر، حسن الرداد، يعني مش عايز انسى حد، ولكن كان فعلا المسلسل فيه كل الناس، يعني كل من ابو اكرم حسني، مش عايز انسى حد، شيكو ام، ناس كتير جدا جدا كانوا موجودين في المسلسل ضيوف شرف. وده اللي اثر على العمل، ده اللي خلاك انت فعلا، والحلقات منفصله متصله، فده اللي خلى ان انت ممكن تشوف حلقه النهارده مثلا في رمضان قبل السحور او بعد الفطار او بتاع، مش مضطر ان انت لازم تتابع المسلسل كله، ممكن تشوف حته منه حلقه النهارده، تفوت حلقتين، تشوف حلقه كمان، تتفرج بس على النت على الحلقات اللي انت بتحب نجومها مختلفة، عمرك ما هتمل. ده يمكن الحاجات اللي كانت بوزيتيف في المسلسل، وده اللي انا خلاني اساسا انا اوافق عليه من الاول، ان عجبني قوي ان انا هتتاح لي الفرصه ان انا اشتغل مع الكم الهائل ده من النجوم، ومسلسل جديد ومختلف وكل حلقه حاجه، وانا بحب الكوميدي ومنفصل متصل. فاعتقد ان ده كان من الحاجات الايجابيه اللي فيه، وانا سعيد ان انا عملت التجربه دي. طيب نرجع شويه كده قيمه 10 سنين لورا، ومنير الخطير ايه هو ده؟ من 10 دي مصيبه 2010 خلاص الغي 2010 يا نهار ابيض، لا الزمن عدى بسرعه شديده. لا انا اصل انا متابع الافلام بالتواريخ، ما تقلقش. عايش، انا مش حاسس انه من 10، يعني انا عشان طول الوقت بيجي لي فيدباك وكومنتس عليه، وطول الوقت هو ما عمل عايش وبيتشاف لغايه النهارده تقريبا يوميا، من يعني كل شويه بيتعرض في حته وبيجي لي فيدباك وكوميكس كمان لحد دلوقتي، كومنتس ونكت وميمز وحاجات وافيهات وسف وكل شيء. بص الفيلم ده من يعني من المحطات المهمه في مشوار الكل اللي عمله، يعني اذا كان انا او شيكو هشام واحمد فهمي وكل الناس اللي اشتغلت فيها. حتى معتز التوني المخرج ده كان اول عمل ليه كمخرج، يعني عمل ليه، وكان اول عمل لمدير التصوير مصطفى فهمي، بقى النهارده مدير تصوير كبير. كل اللي اشتغل في الفيلم راح في حته تانية بعد ما عمل الفيلم، والفيلم فعلا انا بعتبره من اهم المحطات ومن اهم الافلام الكوميديه يمكن اللي جت في خلال الايه الفتره الاخيره، لان زي ما قلت لك انا بحكم على الفيلم الكوميدي انه ما يموتش. دايما احنا عندنا صعوبه مع الافلام الكوميديه، ان ساعات لما انت بتكون عامل كوميديا فيها لفظيه او كوميديا فيها افيهات بس او حاجات ما فيهاش كوميديا عايشه خلاص، او فيها نكت او قايمه على سكتشات، بتموت بعد فتره وخلاص، انت بتبقى سمعت النكت دي كتير او شفت الافيه كذا مره فزهقت منه. انما لو فيلم قايم على مواقف كوميديه فانت عمرك ما هتزهق منها، زيه زي الافلام اللي هي يا رب ولد مثلا، او ابن حميد واشاعه حب، او الحاجات اللي هي مرات مدير عام، انت لغايه النهارده الفيلم بقاله 50 سنه وعايش وبيتشاف عادي اكنه جديد، فاهمني؟ فده من الافلام اللي كنا محظوظين كلنا ان احنا قدرنا نحقق حاجه عايشه لغايه النهارده. شوف انت بتقول 10 سنين، وانا اتوقع ان شاء الله انه يفضل مكمل ويشوفوه اجيال تانية ويفضل معلق في ذاكرتهم انه فيلم من الافلام الحلوه. يعني لما الدور ده جالك وقالوا لك ان انت هتبقى ابو هشام وشيكو واحمد فهمي،
ده انا اول فكرت في الاعتذار وقلت انا مش هعمل فيلم، واستغربت الفكره وكنت قلقان جدا منها، وكنت خايف من نطلع مش كويس فيها وما يتعملش كويس، ويعني قلقت فعلا. انا فكرت كتير وقعدت اخد اراء ناس كتير من حواليا ومستشاريني وكل من شغال معايا، قعدت اقول له يعني ده دي ريسك. انا يعني كنت ساعتها كمان بعمل افلام جاده شويه او طالع من فيها المسافر ومش عارف الوان السما السبعه وحاجات كلها دخلت مهرجانات وحاجات كلها خدت جوائز وبتاع، ف يعني ما كنت قلقان ان اعمل حاجه هلسه قوي كده يعني انت فاهم، يعني الناس هتتقبل ده؟ هل هيشوفوني بشكل ازاي؟ انا طالع واحد اسمه منير الخطير انت فاهم، الملك جمال شاطئ امي سنه 69 واب بلاي بوي وبيتجوز بنات كتير في نفس اليوم وبتاع حفلات وكاسات وهلس ومزيكا فشخصيه يا تتكره قوي والناس تقولها ايه ده ساتر دمه تقيل جدا، لا ده مش، يا تتحب قوي. فالحمد لله ان ربنا شاء انها تتحب ويبقى ليها عند الناس قبول والناس تحبها ويجي لي الفيدباك ده عليها، ده من اعلى الحاجات اللي جالي فيدباك عليها في حياتي يعني. هو كمان الفيلم كان فيه حاجه حلوه ان هو زي ما بيقولوا كان بالظبط على الحنتوفه، يعني اللي هو ايه كمونتاج كحتى موسيقى تصويريه خالد حماد، كاخراج كتمثيل لو اكتر كان هيبقى اسفاف، لو اقل ما كانش هيضحك. خد بالك من نقطه كمان، احنا قسمنا الفيلم لو تلاحظ، انا مثلا جينا عملنا ايه لما قعدت انا